بسم الله الرحمن الرحيم. ما يقدمه صلاح في الكرة العالمية حاليا هو إبداع غير مسبوق، ما شفناهوش قبل كده من لعيبة كتير أفارقة. صلاح بيوصل للهدف ال104 ويعادل رقم دروجبا، صلاح بيعمل أسيست النهاردة تاريخي وعالمي لساديو ماني اللي بيوصل بيه للهدف 100 في الدوري. صلاح النهاردة بيقدم لنا عظمة، كرة في العارضة وانفراد، وكرة بيطلعها فوستر بالعافية، وفي الآخر صلاح يسجل هدف العادة. صلاح بيسجل هدف عالمي شبيه لهدفه في مانشستر سيتي، ولكن الكرة المرة دي بشماله ومش بيمينه، ودي اللي سهلت الموضوع شوية على محمد صلاح. صلاح يواصل كتابة التاريخ وصناعة التاريخ مع ليفربول بالإمتاع اللي بيقدمه. فعلا صلاح بالإمتاع والإبداع والكرة الجميلة اللي بيلعبها حاليا في أوروبا يستحق الكرة الذهبية. مش بقول كده عشان مصر، مش بقول كده عشان صلاح مصري واحنا لازم بالعاطفة بنميل لمحمد صلاح، لكن الإبداع هو اللي بيفرق. صلاح حاليا بيقدم عظمة، كل هدف بيسجله صلاح بيبقى أحسن من اللي قبله، أو على الأقل مش هدف عادي، مش هدف تقليدي. صلاح بتجيله أهداف في الكرة بيحطها تبقى مثلا مرتدة أو من خط جون ساعات، ولكن الأقرب دلوقتي والأغلب إن محمد صلاح بيسجل أهداف كتير جميلة وأهداف كتير فارقة، واللي حد لأن النتيجة 4-0 أمام واتفورد. صلاح سجل هدف، حط الكرة في العارضة ومضيع انفراد، وكمان في كرة طلعها فوستر من المقص، وعامل اسيست تاريخي لساديو ماني. صلاح يقدم عظمة في الدوري الإنجليزي، لازم كلنا ندعم صلاح بشكل كبير في الفترة اللي جاية.